تقييمك ايه لجلسه الافتتاح النهارده المؤتمر اخبار يوم الاقتصاد؟ تقييمنا لجلسه الافتتاح احنا كنا بنرجو منها اكتر من كده، ولكن جلسه الافتتاح في اي مؤتمر بتعتبر هي نقطه البدايه، هي نقطه الديكور زي ما بيقولوا. الشغل كله بيبقى في الجلسات الورش العمل اللي هي شغاله بكره وبعده، هي دي الجلسات اللي احنا مركزين عليها. بكره وبعده في مشاركه حكوميه بالاضافه الى مشاركه من القطاع الخاص، فبالتالي ان شاء الله نقدر نطلع مع بعض بورق عمل موحد نشتغل عليه، نكون بيه مجموعات عمل زي ما استاذ ياسر كان بيقول في بدايه المؤتمر، ان احنا نفضل شغالين مع بعض فتره، الموضوع ما ينتهيش بكره ولا بعده، احنا عايزين ننهض باقتصادنا. النهوض بالاقتصاد مش كلام ولا رغي، النهوض بالاقتصاد عمل تمام ومتابعه واستمراريه، وهو ده اللي احنا بنحتاجه دلوقتي. ايه اهم المطالب او اهم المعوقات اللي بتقابل شباب المستثمرين وعندهم امل ان تتحل في المؤتمر؟ احنا بالنسبه لنا العقبه الرئيسيه هي التعديلات التشريعيه المطلوبه لتعديل اي مناخ اقتصادي. ايزي اي دوله اقتصاديه تطورت هتلاقي ان اول ما حكومه مسكت عشان تطور الاقتصاد 3 4000 تشريع لازم يتعدلوا، هو ده. ما تقدريش تشتغلي على تشريع في 2014 كان شغال سنه 70 ولا كان شغال سنه 80 ولا لما الدكتور جنزوري كان رئيس الوزراء، ده كلام لازم يتطور ولازم يتغير ولازم نشوف ايه اللي بيحصل. انت عندك دلوقتي حوالي فوق ال 15 مليون باطل، يعني بنسبه بطاله حوالي 15 مليون نسمه، لازم نشتغل على ده نشوف هنقدر نشغله ازاي ونقدر نحركه ازاي، العمل الحر، رياده الاعمال الى اخره، كل الكلام ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه الفتره الجايه. حضرتك بتقيم ازاي دور رجال الاعمال الكبار في مساهمتهم في خلال الفتره دي للدوله؟ مساهمه، يعني الرئيس نفسه طلب مساهمه من رجال الاعمال لصندوق تحيا مصر عشان المشروعات للبلد دي وما يعملهاش هو الخسران، لانه في الاخر هيعود عليه بالضرر. يعني اللي في عنده شيء يقدر يقدمه لازم يقدمه.